للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي العسكري العقيد حاتم الراوي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. يعني هناك روايات متضاربة حول دخول قوات النظام السوري إلى منبج، وفي حال ثبت ذلك يعتبر النظام أول المستفيدين من قرار واشنطن الانسحاب من سوريا. بداية، ما المعلومات المتوفرة لديك سيادة العقيد حول هذا الموضوع؟ سلامي لك أستاذ الكريم والأستاذ المشاهدين. أهلا بكم. أنا الموضوع ما يشيعه النظام وليس يشيعه، يعني للأسف النظام بدأ اليوم يعني ضعيف إلى درجة غير طبيعية. يعني هل من المعقول أن 22 عنصر دخلوهم جماعة الفكر ورفعوا العلم مقابل السرايا وصوروهم؟ يطلع والله بيان باسم القائد العام للجيش المسلحة والقوات المسلحة انه والله دخلنا منبج. يعني هذا كلام معيب جدا بحق النظام، هذا اولا. ثانيا، اهالي منبج، انا لا اريد ان اذهب الى الاعلام ولا اذهب الى اي جهة اخرى، انا فقط اقبل من ابناء منبج الذين اتواصل معهم مباشرة. والان انه لا يوجد للنظام الا حشود بعيدة جدا على اطراف بعض القرى المحيطة بمحيط منبج. اذا ما غرض النظام بمثل مثل هذه الاشاعة او الدعاية الاعلامية؟ انا بصراحة اقولها، انه ذكرني بيان القوات المسلحة السورية اليوم ببيان حافظ اسد عام 67 عندما اعلن عن سقوط القنيطرة قبل ان يصل اشقائه الاسرائيليين الى القنيطرة. هذا حقيقة ما حصل. أما بالنسبة للصورة العامة، يعني كنت تسألني عن يعني ما يجري حول منبج، يعني أنا أقول لك أن القوات التركية مستعدة، وتركيا لم تصرح تركيا وتحشد جيشها والجيش الحر تسانده وتستعد. الآن الآليات في اتجاه الجنوب تحركت، وطائرات نقلت كوماندوس تركي الى المناطق المقابله لمنبج من يعني جهه مرسين وغازي عنتاب والريحانيه للحشد والتقدم باتجاه منبج. اما انا ما ارى ان هناك يعني لن تكون معركه في منبج، لان المعركه اصلا محسومه. فالجانب الآخر الذي هو قوات الفككة وعصابات قنديل الموجودة في منبج هي هشة جدا وهزيلة، يعني لن تستطيع أن تقاوم لبضع ساعات لا أكثر. نعم، من المعلوم أن الميليشيات الإيرانية بدأت جزءا من كل تحرك عسكري للنظام، بالتالي هي مستفيدة من دخول النظام إلى منبج. كيف يتوافق ذلك مع الاستراتيجية الأمريكية المفترضة بمنع التمدد الإيراني في سوريا برأيك؟ سيدي، بالنسبة لإيران، يعني إيران يائست من سوريا. الوضع الإيراني الآن في سوريا يائس، ويزيد من هذا اليائس الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. ونحن نلاحظ أن تحركات إيران بعد أن شعرت أن أمريكا جادة بإخراجها من سوريا بدأ نشاطها يقل تماما في الداخل السوري، يعني حتى على مستوى المناطق الشرقية التي كانت نشطة فيها جدا بدأت حشرياتها وعناصرها تخف وهجها في المنطقة وينخفض صوتها في المكان. يعني تباشرت إيران وأعلنت هي والنظام عندما أعلن ترامب عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. القوات الأمريكية في سوريا يعني بمنطقة الجزيرة كاملة 2300 عنصر. 2300 عنصر، أنتم تذكرون وأنتم أبناء العراق عندما هاجمت أمريكا الفلوجة لوحدها التي لا ليست أكثر من مدينة من مدن هذه المحافظات الثلاثة التي تسيطر عليها قوات البكك في الشمال الشرقي من سوريا، وما اسموه خطأ شرق الفرات، وليس شرق الفرات، هو شرق سوريا كلها. 250 ألف عنصر مارينز مدرب من النخبة الأمريكية، ومع ذلك رأينا كيف غيار الفلوجة أبقوهم دما، ورأيناهم كيف يبقون على شاشات التلفزيون. ب 2300 عنصر
تسيطر أمريكا على ثلث سوريا، ما هذه السخرية وما هذه المسخرة؟ ثم أن ترامب قال أنا سأسحب القوات من سوريا، وأعلن في نفس في اليوم الثاني يعني خلال 24 ساعة عن إنشاء قاعدتين على الحدود السورية العراقية، إحداهما بين مدينتي القائم والبوكمال. يعني أمريكا ما زالت موجودة في المنطقة، يعني وبعدها زار قاعدة عين الأسد في الرمادي. نعم نعم، يعني هل برأيك سادة عقيد أن تقوم ميليشيات الكردية بتسليم المنطقة منبج وباقي المناطق إلى قوات النظام ببساطة، منها ربما يعني هناك تحسب من الدخول التركي، وربما حالة مواجهة ستكون بين القوات التركية وقوات النظام في تلك المناطق؟ يا سيدي، أن تسلم القوات المبككة الأماكن أو المواقع للنظام، فقد قالها الرئيس المشترك الأستاذ رياض درار، ولو لم يكن قد قالها على التلفزة، لو أنه قالها يعني بيني وبينه لما أعلنتها ولما قلت لما تكلمتها على العلن، لكنه قالها على شاشات التلفزة منذ يومين. قال ذهبنا إلى النظام مرتين وتفاوضنا مع النظام أن نعطيه الأرض التي نسيطر عليها، حرفيا هكذا، لكن النظام وضع شروط قاسية جدا وتعجيزية تجعلنا لا نستطيع أن نوافق على تسليمه الأرض، أو هو لم يوافق على إسلامه. والحقيقة أنا أريد أن آتيك بمثال بسيط جدا يعني لتتضح الصورة للسادة المشاهدين، يعني تماما مثل ما آتي أنا إليك الآن وأقول لك لقد منحتك جسر البوسفور في إسطنبول. نعم. وتقول لي كويس والله يعني الشيخ جيد تعطيني اياه، بس جيب لي اياه على البيت. نعم. لا النظام يجرؤ ان يدخل في مكان القوات الكرديه الانفصاليه لانه لا يملك قراره ولا يملك قرار التقدم في هذا الاتجاه، ولا قوات سوريا الديمقراطيه او القوات الكرديه الانفصاليه تملك قرار انسحابها. يعني اجير يتخاطب مع اجير ليس الا. سيادة العقيد حاتم الروي المحلل العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.